هذه النقطة إلى رام الله. صحيفة يدعيوت أحرنوت تناولت المسلسل بالتحليل، وتطرقت قنوات إسرائيلية إلى مسلسل مليحة، وتابعنا منذ قليل كان معنا تقرير به بعض التفاصيل. ما الذي يقلق إسرائيل من العمل إلى هذا الحد برأيك؟ إسرائيل تتابع ما نكتب وما نقول وما نغني، وتتابع كل شيء بطريقة استشراقية وبطريقة أمنية، وللأسباب التالية. هي تتابع ذلك لترى ما تسميه التحريض أو خطاب الكراهية، لاستغلاله واستغلاله إعلاميا وأمنيا حتى وقضائيا في لحظة من اللحظات، بمعنى أنها تفتش في كل نصوصنا، في مناهجنا، أغانينا، مسرحياتنا، تفتش عن ما له علاقة بإسرائيل، عن له علاقة بالصورة الذهنية النموذجية أو الستيريوتايب ثينكينج نسموه، الصورة النمطية لإسرائيل في العقل العربي أو العقل الغربي. وبالتالي هي تفتش عن كل ما يقال في هذا الأمر، كما قلت استغلاله وتوظيفه في حربها ضدنا. وبالتالي هي عمليا عندما تلاحق أو تنتبه أو تتحدث عن مسلسل هنا، أغنية هناك، مسرحية هنا أو هناك، أو حتى تصريح صحفي، مقال، منهاج مدرسي، هي عمليا تفتش عن ما يسيئها، ما يسقط سردياتها، ما يهدم كل ما تبنيه. ولكن ربما سؤالي تحديدا عن هذا المسلسل، لماذا يخشى أعلام الاحتلال الإسرائيلي دائما من الفن المصري الذي لم يتخلى يوما عن القضية الفلسطينية، قدم الحقيقة على مدار التاريخ في عدد من الأعمال الكثيرة، هذا الخوف إلى أي مدى يعني علم الإعلام الإسرائيلي مدى قوة الفن المصري وتأثيره في الشعوب العربية والعالمية؟ سيدتي، تعالي نتحدث بالطريقة التالية، أنه هذا المسلسل وغيره، يعني رغم على قلة المسلسلات العربية، ولا تحدث عن النصر فقط، عن المسلسلات العربية كلها، ونحن نرى في رمضانات المختلفة أنه هناك كم هائل من المسلسلات وغير المسلسلات، والموضوع الفلسطيني يسقط منها يعني. لكن تعال نتحدث كما قلت بطريقة أخرى، هذا المسلسل وكل المسلسلات التي وضعتها، مش كلها، لأنه رمضان الفائت كان هناك مسلسلات أساءت الفلسطينيين للأسف، بالتالي هذا المسلسل يأتي وكأنه يعني حادث مختلف، أنه يحكي عن الموضوع الفلسطيني بطريقة فيها النوع التثقيفي والتعليمي والمنهجي، وهذا مهم جدا أنه الأجيال الصغيرة وغير الصغيرة تعرف أن هناك تاريخ حقيقي للفلسطينيين، والفلسطينيين شعب مذهل، وأنه الأكاذيب الإسرائيلية هي اللي وصلت إلينا، مش دعايتنا هي اللي وصلت للإسرائيليين. وهذا يجب أن نقوله، إسرائيليين والغربيين أو اقتصاد الإعلام الغربي هو الأقوى، هو الذي أوصل الأكاذيب وأضاليله إلنا. وبالتالي عندما نقول مثل هذا المسلسل أنه هو يثقف ويعلم بطريقة منهجية وبصرية جميلة ورائعة، وأنا رأيت الحلقة الأولى ويعني شفت قديش في عمل شغل حقيقي حتى من الناحية الفنية والإبداعية، هناك خلال